ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في برنامجكم 3D. أهلا بك محمد رجب. حبيبي أهلا حبيبي بك علاء. حبيبي، ربنا يبارك فيك. إحنا عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع مهم، دوس بنزين. يلا ندوس. دوس بنزين ما ينفعش ندوس على طول كده خلاص، لا لازم يكون الموضوع منضبط. هو إحنا جايين نقول عشان كده، لازم عايزين يكون نتكلم منضبط. عن الحرية. كل واحد فينا يعني، أو معظمنا إلا من رحم الله، زي ما يكون راكب عربية ودايس بنزين، مش شايف اللي على يمينه ولا على شماله، مش ولا شايف إشارات مطبات المرور ولا المطبات ولا أي ولا حاجة. يعمل لها اي اعتبار. اي فعايزين نتكلم في الموضوع ده. في مثل بيقول لك أنت حر ما لم تضر. ما لم تضر. بس انا ممكن عايز واحد اقول يقول حاجه. إيه؟ لا معلش انا اسف، هاخد عن النقطه دي. اذا المثل ده غلط. لا صح. لا اقول لك انا ليه. صح والله. ما لم تضر. صبرا بس. طيب نسمع. اصل في ناس تفهم تقول لك ايه ما لم تضر ضر غيرك. ما انا برضه مش حر لو ضرت نفسي. انا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول لا هو الضرر ربنا يسالك الضرر. بس لا اصل الضرر عموما، الضرر سواء نفسي او الغير. ما هو هي انت كده ضيقته واسع. هيختلف. لا انا هقول لك بس الموضوع هيختلف من واحد للتاني. واحد يقول لك يا عم ايه انا من حق اعمل انا عايزه طالما ما جيتش عليك. صح. خد بالك هو مش من حقك ولا حاجه. انت اصلا انت عبد لله عز وجل، انت ليك سيد امر. تمام كده؟ مش من حق السيد يعمل اللي هو عايزه خالص. طب هو مش ربنا بيقول في القران لا اقرا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ جميل. وبيقول يعني لا اقرا في الدين. دي معنى كده ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. دي قصه بقى، مش موضوع الحريه، دي موضوع هو انسان مخير ولا محير يعني ولا مسير. خلينا بس عشان ايه، عشان دي قصه عشان كبيره، عشان جدليه كبيره عشان المشاهد بس ما ايه ما يضيعش مننا. ما انت اللي عملت المشاهد. لا يبقى اذا انت حر ما لم تضر نفسك او غيرك. ما لسه ما انا عايز اقول يا محمد، انا عايز اقول ده لان الناس فاهمه ايه، فاهمه ان انا ما اضرش غيري فنعمل اللي انا عايزه. لا احنا عايزين نقول للناس ما تضر لا غيرك جميل. ولا نفسك. عارف سيدنا علي بن ابي طالب يعني المعنى الرائع ده؟ أنا رائع مثلا. انا مش حر، مش حر ان انا اشرب سجاير مثلا. مش حر. انت من حقك تشم هواء نظيف. ايوه كان من حقك انك تستنشق بالظبط، ده حقك ماشي كده. طيب انا لما هشرب السجاير دي انا هضر بيها نفسي وغيري. بالظبط كده. قريت مش عارف المعلومه صحيحه ولا لا الصراحه، في احد الدول الاوروبيه بيعملوا في الشوارع زي باترينا، يقول لك اللي عايز يدخن يدخل هنا يقفل على نفسه. جميل جميل. طالما انت مصر تضر نفسك ما تضرش المجتمع. هو حتى على فكره لو المعلومه صحيحه ده اقتراح حلو يعني. هي حتى لو مش معلومه مش موجوده في الواقع فده حلو. بالنسبه للحته اللي انت بتتكلم فيها، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول ايه؟ بيقول لك ما كرهت ان يطلع علي الناس فلا تفعلوا لنفسك. صحيح. تخيل يعني انت طيب حتى يعني معنى كده ان يعني ان انت مش حر تعمل اللي انت عايزه خلاص طالما انت عايش في مجتمع. تمام. يمكن مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله صلى الله عليه والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. سفينة الله جميل. أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. صحيح. شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس عملوا قرعة، السفينة منطبقين، ناس قعدت فوق وناس قعدت تحت. بالظبط. فكان اللي تحت كل ما يحتاجوا المية يطلعوا يجيبوا من فوق. يجيبوا من فوق، فقالوا بدل ما نقعد نطلع كل شوية احنا نعمل إيه؟ احنا نعمل ثقب كده في السفينة. شوف. ناخد حاجتنا من الماء. شوف وخلينا. طب هم حرين كده الأول؟ خلينا. لا ده في حاجة حتى هنا لفتة جميلة قوي. نقف مع تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه، خد بالك. اللي واقف على حدود الله هو اللي قاعد فوق مستمتع بكل الطبيعة والهواء ومنظر البحر. خد بالك انت، فهو افضل واحد عايش الحياه اصلا. خد بالك ده مش عايش في كابت ولا حاجه. لا واللي بيعمل اللي هو عايزه دوت قاعد في القاع. طب شوف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. هو حر، هو حر ممكن يعمل ثقب كده في السماء ياخد حاجته من طبعا. طب لو اللي فوق سابه انت ركوه ما ارادوا. لا طب قبل اللي فوق ما يسيبه، لو هو نفسه ساب ده لنفسه ايه اللي هيحصل؟ هو لما يسكن السفينه هو الهالكين. بس هيهلك معاه. هيهلك معاه مين؟ الصالح اللي فوق. بس اول من هيهلك مين؟ اللي هو ترك نفسه على الاطلاق كده حر على المطلق، لان هو في القاع يعني اقرب للميه. اول ما تخرج امين هتلقفه هو، فازاي هتغرقه هو. صحيح. اول حد. صحيح. وبعد كده هيجيب اللي فوق. صحيح. ما ينفعش يعني نخلص من ذلك ان انت مش حر في كل تصرفاتك ابدا طالما انت عايش في مجتمع. طيب معانا تقرير، نخرج نسمع تقرير ونرجع تاني. لو انت راكب العربيه دلوقتي وقدام منك الطريق فاضي، مفيش مطبات، مفيش دور، مفيش اي حاجه، هتدوس بنزين؟ هجري. هتجري؟ مش هتخاف من حاجه؟ قوي يعني؟ الحمد لله يعني على قد ما اقدر اتحرك، عارف الطريق قدامي هيمشيني ايه بمشي عليه. في فرق بين مسافر او ماشي في طريق زي كده. فماشي في الطريق زي كده همشي بالراحه طبعا عشان في حركه وفي ناس بتعدي، انما لو الطريق مفتوح مثلا مسافر هجري يعني اكيد. طيب مش شرفت حضرتك. معاك عربيه؟ سوق. يعني لو الطريق قدام منك فاضي ولا في مرور ولا في اشارات لا بس صح انا في السواقه كويس. هتدوس بنزين. هتدوس بنزين. هتدوس بنزين. هتعمل ايه؟ عربيه هجري. هتدوس بنزين؟ هتدوس بنزين. مش هتخاف من اي حاجه؟ لا مش هخاف من اي حاجه. قول لي دلوقتي انت بتعرف تسوق؟ بتعرف تسوق عربيات؟ طيب قول لي دلوقتي لو ماشي في طريق ومفيش اشارات ولا في اي حاجه في الشارع هتمشي بسرعه كام؟
لا انا بخاف بصراحه، انا جبان شويه. جبان شويه؟ اه. يعني ممكن سرعه كام تمشي على 80 حاجه يعني 100؟ اه اقصى حاجه ده لو ماشي على اسكندريه الصحراوي مثلا. على اسكندريه الصحراوي تمشي 100. مش خايف من الرادار؟ لا ما الرادار ده بقى بصراحه انت ونصيبك انت وحظك يعني. حضرتك بتعرف تسوق؟ لا لا. طب ايه رايك دلوقتي لو مثلا ماشيين في شارع وفي طريق ما فيهوش لا اشارات ولا في اي حاجه والناس براحتها تدوس بنزين، ايه رايك؟ كلمه تدوس بنزين دي لما يكون الطريق مفتوح، انما في الشارع وفي الزحمه اللي احنا فيها دي صعب. تمام، شكرا جدا استاذ حسين. اهلا بكم من جديد في موضوع الحريه. محمد رجب، الحريه منضبطه ببعض الامور وبعض الضوابط؟ بالظبط. وبدايه يعني منطلق ان تحرير المصطلح يعني الحريه بيعرفها ايمانويل كانت، وده فيلسوف. ايوه بقى. احد الفلاسفه يعني اسمه ايمانويل كانت، وده شخصيه المانيه معروف ان هو ليه تيار فلسفي كبير يعني. فمعروف يعني ليه تعريف كده للحريه، فبيقول لك ان الحريه هي امكانيه اتخاذ القرار دون اي مؤثرات سواء عقائديه او عرفية أو اجتماعية. طبعا التعريف ده هل تتفق معه؟ أيوة. لا ده عايز أقول لك إن ده متصادم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم. لأن ما ينفعش أنت زي ما احنا قلنا كنا من قبل التقرير، أنت حر ما لم تضر سواء لنفسك أو لغيرك. وسيدنا علي بن أبي طالب بيقول قل ما كرهت أن يطلع عليه الناس في الأمور حتى اللي تظهر منك العادية اللي هي مباحة، حتى ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله لنفسك. صحيح. لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم. أيوة. نفسك، فأنت حر ما لم تضر، وحريتك بتنتهي عند حريه الاخر. فاذا كانت الحريه مطلقه هيبقى بالظبط زي عنوان الحلقه كده، انت دوز بنزين وخلاص. بتدوز بنزين يعني انت مش مرتبط لا باشارات، مش مرتبط بالزحام، مش مرتبط ان في مطبات كده حوادث. وبعدين نفسك وبعدين عايزين نقول حاجه. طب. عايزين نقول هل مجرد الاشارات ديت والمطبات دي معمول عشان تخنقك؟ الاشارات دي عباره عن ارشادات وضوابط. هو بس يعني هو اصلا خايف على حياتك. بالظبط. انت وهو دايس تخبط حد يموت، او انت تخبط في حاجه وتموت. بالزبط. فكذلك الشرع نفسه، الشرع حط الضوابط دي عشان انت يوم القيامه ما تهلكش. هقول لك مثال حلو تذكرته دلوقتي. فضل. شوف الناس على السلام قاعد مع الغلام بياكل الطعام صلى الله عليه، بياكل الطعام، فطاشت يد الغلام في القصع، فعمل في كل المنطقه بياكل في اي حته. فشوف الناس، هو المفترض ان هو بتلقائيه الطفل ان دي حريه، عايز اكل من اي حته، ده اكل انا عايز اكل. في دواعي، في دوافع نفسيه وبيولوجيه بتطلب مننا ناكل، فعايز اكل فبيتحرك. طاشت يد الصحابي الصغير رضي الله عنه في القصع، فالناس عليه شوف يعلموا الضبط ازاي، قال له يا بني كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله يا بني، سم يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شفت الضبط ديت؟ بعد كده العالم الغربي دلوقتي عامل لك حاجه اسمها الاتيكيت. ايوه. وبيدي في دورات دلوقتي في التنميه البشريه. ايه الاتيكيت؟ عملوا اتيكيت الطعام. تخيل اول ما علمنا فيه صلى الله عليه وسلم الاتيكيت ده عمل ايه؟ عمل ضوابط لحريه ان الشخص ياكل ازاي؟ قال لك الاتيكيت الفكري مراعاه لمشاعر الاخرين حولك في المجتمع. بص النقطه ديت، عمل الاتيكيت الفكري وعمل اتيكيت الاكل واتيكيت السفر واتيكيت في اتيكيت داخل الفنادق السبع نجوم، ازاي الانسان يمشي وايه المسارات يمشي فيها وايه المسارات ما يمشيش فيها. تخيل عمل الى هذا الحد. فكانه في التطور الحقيقي هو انت ازاي تضبط المسافه ما تبقاش منطلق ولا فج. ده الحريه ده تطلع منك انسان فج. ومنه على فكره على كده المناهج اللي طلعت تحاول ان هي تضرب في الاسلام، هي مناهج الليبراليه والعلمانيه والديمقراطيه كمناهج في الاصول من جوه. هي عايز تقول لك الانسان حر عشان يعمل اي حاجه، عشان تنتشر الفاحشه، تنتشر الرذيله، ينتشر اي انتشار، فيضيع الحياء، فتضيع الامه، ده خلاص يهلك الانسان. صحيح. فلا بد ان الحريه تكون منضبطه. نعلم من ذلك او نخرج من ذلك ان احنا منضبطين، المسلم دائما منضبط بضوابط الشرع. ويمكن في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر. الله الله الله. الدنيا سجن المؤمن. الله. ليه؟ لان عنده دي حلال وده حرام، عنده قيود. صحيح. انما الكافر بيعمل اللي هو عايزه لان دي الجنه بتاعته. صحيح. يروح هناك بقى ايه؟ بالزبط. في السجن الكبير. انما المؤمن هناك الجنه، يفعل ما يشاء كيف ما يشاء في الوقت الذي يشاء. اللهم ارزقنا جنه. طيب نختم الحلقه وان شاء الله. طيب معاك حاجه نختم؟ كنت اختم لك بمقوله للدكتور مصطفى محمود، هو بيلخص معنى الدنيا كلها، فكان بيقول لك ان الدنيا نفس المعنى ونفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا. قال لك ان الدنيا هي باختصار شديد هي الصبر على ما تحب وتحمل ما تكره. الدنيا الصبر على ما تحب وتحمل ما تكره. وكان برضو زي اذا ضوابط مضبوط نختم بيها. كان برضو في الوقت كان برضو بيقول ايه؟ بيقول كده، بيقول الدنيا عامله زي السوبر ماركت. ده دكتور مصطفى احمد الله يرحمه. زي السوبر ماركت، خش عبي جوه اللي انت عايزه، انت مش هتحاسب. الله 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 الله.
ربنا يرزقنا حسن العمل. اللهم امين. حسن الختام. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. Ha 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 ha